لكان موعب عليكم تبعتوا شباب من حارتكم يضربوا ابني على باب بيتي ابو نبيل بيك. وبيستاهل اكثر من هيك. بس انا ماني جاي مشان هالحكي الفاضي والاخذ والعطا اللي بلا طعمه. جاي لاقول لك كلمه واحده بس، انه خيزران كانت متجوزه رمزي على سنه الله ورسوله، يعني صفيه مو بنت حرام. اذا جاي ترقع الموضوع مشان نرضى انه نستر على البنت، فنحن ما راح نستر عليها، واللي بيطلع بايدكم يطلع برجلكم. لك عارف شو عم تحكي؟ وعرف مع مين عم تحكي؟ لك انا ابو نبيل. واذا مالك مصدق تفضل شوف بعينك. وشو هي؟ هذا عقد زواجه لخيزران مثبت بالمحكمه، وبيثبت انه صفيه مانا بنت حرام. بلوا نقعوا واشربوا ميتوا. شو عليه؟ بس لما ابقى اخبر انا محجوب، ابقى قال لي امتى جنازته لابنك لنقوم بالواجب يا عصمت. يا عيب الشوم عليك، بالفعل انتوا ناس ما بتفهموا وما بتجوا الا بالعين الحمراء. تفضلي تفضلي استاذه تفضلي. نازلت عن الشكوى اللي مقدمتها ضدك، يعني هلا ما عاد في ملاحقة قانونية، فيك تفوت وتطلع مثل ما بدك. ما بيهمني تتنازل عن الشكوى، بدي أعرف وين هي موجودة، بدي أعدم حياتها. عم تفهمني يا ابن نبيل؟ بدي أعدم حياتها. محجوب، الحكي اللي حقلك يا هلا رح يغير لك رأيك. ايوه شلون بقى؟ شوف بعينك. شو ها؟ هذا عقد زواج بين رمزي وخيزران، يعني اختك متزوجة على سنة الله ورسوله، وهاد عقد زواج موثق وانا طلعته بايدي من السجلات. ايوه لو هذا كلام صحيح يا سيد ابن نبيل ما كانت هربت من البيت. شو يعني مالك مصدق؟ هذا العقد مزور يا ابن نبيل، مزور، وهي بدها تنفذ معاملتها. إيه بس لا يا سيدي ما رح تنفذ، الشريفة ما بتهرب. أختك خيزران أشرف من الشرف، بس هي هربت منك لأنك قتلت رمزي. إيوه أنت الثانية كمان جاي تدافع عنها؟ ولك يا بني آدم هذا العقد موثق، شبك؟ هذا العقد مكتوب فيه اسم أختك وموثق من المحكمة وعليه الختم، يعني مانو مزور. من الأخير عمي هذا العقد باطل، وأنا اللي عندي قلته. خيزران وسخت سمعة العيلة وأنا بدي نظف سمعة عيلتي فيها. عم تفهموا لما لا؟ إيه مو على كيفك. أصلاً أنا جاي لهون لأنصحك ما تأجرم بحق حالك وبحق أختك. أنا جاي أحمي أختك منك وبالقانون، عم تفهم؟ يلا أبو نبيل خلينا نمشي، أنا ما عاد فيني أتحمل هالعقول المريضة هاي. يا بني آدم هاد ماله مزور، عم تفهم؟ مو مزور.